أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب كمل دراستي. السلام عليكم، أنا سامي الأغا الملقب بفنان الحصار من حمص من القصور، مواليد 1988. أول ما بلشت الثورة كنت قاعد بالأردن، وكنت عم بشتغل هنيك بصالة بيع شوكولا وجاتو مشان أقدر ساعد أهلي ومشان أمن مستقبله. فوقت اللي قامت الثورة أنا سمعت فيها سماع، وسمعت إنه الشبيحة عم تفوت عم تشبح العالم وعم تسرق وعم تعفش بالبيوت وعم تشبح على الناس. فما صدقت هذا الحكي يعني، فدقيت لأهلي وسألتهم عن جد يعني هيك اللي عم بيصير مثل ما أنا عم بسمع؟ قالوا لي إيه. فصرت تابع يعني على الجزيرة وعلى العربية وعلى المحطات الأخبار وهيك. فوقت اللي شفت عم شوف هذا الشيء بعيني ما تحملت إني تم قاعد، فحملت حالي ونزلت على حمص. أول ما وصلت على حمص كانت بدايتها هي مظاهرات، كنا عم نطلع. عملنا اعتصام، والكل بيعرف يعني بهذا اعتصام الساعة. اعتصمنا هنيك بالساعة، فبوقتها يعني صار في مجزرة يعني راح فيها تقريبا شي 700 واحد، وبوقتها يعني كان الإعلام خفيف كتير وما كان في يعني تصوير وإعلاميين، كان الإعلام خفيف كتير مشان هيك يعني إنه هالمقاطع يعني لساتها غامضة. فبوقتها راح فيها شي 700 واحد، ومن بعد الاعتصام يعني وهالمجزرة القوية فهون انتقلت يعني من سلمية لمسلحة، وصرنا نطلع على جبهات الرابط وندافع عن أرضنا وعرضنا. فهون بوقتها صار في حصار وانحصرنا بقلب حمص تقريبا يعني ببداية الحصار كنا عم نطلع على الجبهات. بعد 6 شهور من الحصار هون صار في يعني، لأنه حصار حمص هو حصار ضيق كتير، وصار في قلة ذخيرة وقلة أكل وهاي، وصار يعني معاناتنا صارت كتير صعبة من ناحية إنه كيف يعني بدنا ندور الكهرباء، كيف بدنا نسحب مي وهاي. فاضطرينا انه انتقل يعني من الجبهات الى تصنيع الحشوات والصواريخ وكل شيء يعني من شغل وهيك، شو بقدر انه فيه ساعد فيه الناس والمدنيين اللي محاصرين بقلب حمص المحاصرة. تميت تقريبا يعني شيء 6 شهور شيء سنة عم بشتغل بالتصنيع بهذا المجال. فكونوا انه يعني قاعدين ومحاصرين ويعني ولا طلعة ولا فوتي وعايشين تحت الارض وهيك، فحبيت انه اكتب واقعنا لانه ما كان حدا عم بنقله. حبيت انه اعمل مسلسلات وافلام عن حمص بطريقه كوميديه وفكاهيه، بحيث انه كمان يعني بنفس الوقت ازرع البسمه على وجوه السوريين. فاول عمل كان الي كان هو مسلسل بقعة ضوء حمصيه، بعدها كمان كتبت واخرجت مسلسل مرايا الحصار. فكان هدفي من هالمسلسلات انه انقل الواقع شو اللي عم بيصير فينا من معاناه ومآساه بطريقة فكاهية، مشان يعني بنفس الوقت انه نكون هيك يعني مبسوطين وعم نضحك. برغم يعني كل هالشي نحن مبسوطين وعم نضحك. يوم اللي فاتت اليو ان وسحبت العالم، وبوقتها يعني تأثرنا كتير، وبوقتها يعني طالعوا قرار انه خلص نحن بدنا نسحب من حمص، لانه بوقتها يعني لا عاد في اكل ناكله ولا عاد في شيء. يعني اخر فترة انه ما عاد تم في اكل، بعدها صرنا نصطاد لقطات وناكل قطات. بعد ما خلص القطات انتقلنا لمرحلة انه صرنا ناكل ورق شجار، كمان ما عاد في ورق شجار. فهون وقت الجيش يعني صار يعمل علينا معارك وهاي، انه بحيث نحن كنا 1600 واحد انه قال بدي ياخذ حمص يعني بياخذها هيك بكل سهولة. فالحمد لله رب العالمين، يعني نحن لا كان هاملنا طلعة ولا شيء، ونحن قوتنا بقوة الله عز وجل. فعمل كذا معركة من حمص القديمة بالقصور بالأرابيس وبالجورة وما طلع له. فنحن عملنا معركة بجوب الجندلة، والحمد لله يعني الله فتح فينا، بس شو كان عددنا قليل كتير، يعني ما كان فينا انه نتم. وهاي
بوقتها صار يرقد بإجراء وإيده إنه خلص بس روح اطلعوا. أنا طلعت آخر دفعة، يعني بوقت خروجي أنا من الحصار على الباز، بوقت خطفونا الشبيحة واحتجزوني عندهم تقريبا شي نص ساعة، بس الحمد لله إنه ما كانوا عارفاني إنه أنا اللي عم بساوي المسلسلات وأخرجن واي، وأنا اللي كنت عم صنع الصواريخ والحشوات بحمص المحاصرة. يعني الحمد لله رب العالمين ما كانوا عارفين إنه هذا أنا. فتميت نص ساعة تقريبا مأسور عندهم، وبوقتها يعني دريوا القادات ودريوا المشايخ وحكوا مع المحافظ وهيك وهاي، والحمد لله انه طالعوني. بس بوقتها يعني وقت اللي كمشوني بلحظتي، يعني انا وطالع كمشونا الشبيحة وسحبوني. فبوقتها يعني تأسفت كتير، يعني قلت سبحان الله بدل ما اكون بعد نص ساعة بدي اوصل على ريف حمص الشمالي يعني مع الشباب بدي اكل واشرب ومبسوطين وفرحانين. قلت هلأ ما انا عرفان وين بدي ينقطع راسي، وين بدي اختفى، وين بدهم يقتلوني. وبوقتها يعني خلاص قلت الحمد لله رب العالمين، تشهدت واخذونا الشبيحة وصرت بيناتهم، وبعدها الله فرج علي وطلعت. واول ما وصلت لهون على ريف حمص الشمالي صرنا الرابط، وهاي قبل ما يجي رمضان تقريبا مشي شهرين. فاول عمل الي هو عملته أول عمل عملته هو مسلسل يوميات حمصية، وانعرض على قناة دير الزور. كان الكادر منيح وكان في إعلاميين منيح، والحمد لله مسلسل طلع كتير حلو ونقل كل شيء عم بيصير فينا كمان من معاناة وهاي بقلب ريف حمص الشمالي. وتاني عمل عملته آخر هذا عمل اشتغلت فيه هي كاميرا خفية، وانعرض على قناة شذى الحرية. وإن شاء الله هلا الأيام الجاي في كمان مسلسل عم حضره، وإن شاء الله راح ينعرض على قناة الجسر. وبنشكر نحن قناة الجسر لأنه عم تنقل هذا الواقع، عم تنقل من القصص من حكاية شو عم بيصير بالناس ومعاناة الناس. ونحن برغم بهذا الشيء يعني بإذن الله، يعني هاي 5 سنين ثورة يعني وما هاملنا شيء، وبإذن الله رب العالمين يعني نحن ما في شيء بيخوفنا، ما بنخاف إلا غير من رب العالمين، وعايشين ومبسوطين ومكيفين. وبوعدكم أنا أنه إن شاء الله هاي البسمة ما راح تفارق وجوهكم، يعني بإذن الله راح يكون في مسلسلات كتير حلوة وبتضحك وكوميديا، وبنفس الوقت يعني بكون هي عم تنقل شو عم بصير فينا. وإن شاء الله هاي البسمة ما راح تفارق وجوهكم بالمرة. وبنشكر قناة الجسر لأنه راح ينعرض كل شيء عليها. أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. بداية الثورة كنت عم بدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة درستان، مواليد 1989، بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. بس اللي صار فينا إني كنت حالم كمل دراستي،